كابتن ايهاب جلال. طبعا زي ما انتم عارفين كابتن ايهاب جلال وسيره ذاتيه مليانه بطولات ومليانه انديه كبيره، يعني حمام الاسماعيليه وكهربه مطروح وبالقناه يعني فرقه زي ما انت عاوز تقول، قول عاوز تقول بني عبيد، قول عاوز تقول ذكرنس، قول يعني تاريخ مشرف انديه عالميه كبيره جدا يا جماعه. والبطولات بقى ما اقولكش، يعني خد كاس مصر ماشي، خد مش عارف مين ماشي، دوري ماشي، دوري ابطال ماشي، يا راجل ده مدرب في اوروبا يا راجل، انتوا بتفهموا كوره؟ اتحاد الكوره بتاعنا تحس انه بيعاند، شفتك انت طلعت في الجنب، شفت اتحاد الكوره بتاعنا بيعجل وخلاص. يعني ايهاب جلال بناء على ايه بيدرب المنتخب الوطني؟ شفناه لما كان بيدرب بيراميدز، وشفناه لما درب الزمالك قبل كده وما بيعملش اي نتائج، يعني نتائجه اقل من المتوسطه لا يصلح لقياده المنتخب الوطني. طالما كنت هتجيبه مدرب وطني كنا جبنا حسام حسن، على الاقل عنده حماس عنده روح. انا قلت من البدايه ما ينفعش حسام حسن وما ينفعش ايهاب جلال، يعني لو هنجيب نجيب علي ماهر، ولكن بلاش كل دول من مصر، كنت هتقول لنا مدرب اجنبي عشان يعني يقدر يتحمل المسؤوليه، اما كده العمليه هتمشي مجاملات. حسام حسن كان اقوى واحد ان هو يمسك المنتخب الوطني من ناحيه ان هو هيقدر يتعامل مع اتحاد الكوره وله راي وله كلمه وما بيسكتش. اما ايهاب جلال اوكي له راي وله رؤيه والكلام ده، ولكنه هيمشي زي ما التيار ماشي في اتحاد الكوره المصري، مفيش خطه واضحه لاتحاد الكوره، يعني تقدر تقول سمك لبن طمرين. دي جبنا ايهاب جلال هيقعد فتره ويمشي، هنرجع نجيب مدرب اجنبي يقعد فتره اطول شويه، نشيل المدرب الاجنبي هنجيب حسام حسن. وانا بقول لك من دلوقتي بعد الاجنبي اللي هيجي هيجي حسام حسن، وبعد حسام حسن هيمشي ويجي اجنبي وهيرجع يمشي تاني، وهنرجع نجيب علي ماهر او احمد سامي. اتحاد الكوره ماشي بطيخ، يعني انا بستعجب لما يكون عندنا حازم امام ومحمد بركات في اتحاد الكوره ونروح نجيب ايهاب جلال يدرب المنتخب المصري، ازاي؟ مش عارف، يعني كلام ما يخشش الدماغ، سمك لبن تمر هندي ويعوض الله على الكوره المصريه. احبائي وحبايبي اللي بيتابعوا الكوره مع ميجا، تابعوا حلقاتي، اتفرج على الحلقه للاخر، شير ولايك وكومنت، واشوفكم في حلقه قريبه ان شاء الله. الكوره مع ميجا.